يا هلا والله واهلين في فيديو اليوم تحبوا السوبر ماركت. جاتكم حلقة أسطورية من السوبر ماركت. حلقة اليوم حتكون حلقة بدائل صحية من السوبر ماركت. دائما كنت أصورها ريلات وتيك توك، لكن السلسلة هذه داعسة ما شاء الله ملايين المشاهدات في انستغرام وفي تيك توك. لو ما انت متابعني روح على تيك توك اتفرج، روح على انستغرام صدقني راح تستمتع مرة كثير. فكرة هذه الحلقة حتكون أشياء من السوبر ماركت احنا نشتريها ممكن نبدلها بشيء أفضل، شيء ممكن يكون ما فيه سعرات، شيء بروتين أعلى، شيء سكر أقل، فالفرق مرة كبير. فحلقة حتفيدك مرة كثير، سواء إنسان تبغى تنحف تبغى تزيد وزنك أو إنسان تبغى تحافظ على صحتك، حلقة لازم تتفرجها للأخير حتغير تفكيرك لما تروح تقضي من السوبر ماركت. قبل ما يبدأ الحلقة في حاجة مرة مهمة، عرض اليوم الوطني لأول مرة في حياتي أسوي خصم في الموقع 50%، وأول مرة يصير خصم بعد التحديث الجديد. 50% على كل برامج، برنامج تنشيف، تضخيم، تمارين منزلية، برنامج البنات أو برنامج التخسيس، كلها عليها خصم 50%. حتاخذ جدول تمارين مصور بالفيديو، كل تمرين مشروح كيف تسويه، كم مرة تسويه، تكنيك، كل حاجة بفيديو مصورة، نظام غذائي محسوب السعرات والماكروس حسب هدفك، 5 اختيارات لكل وجبة عشان ما تطفش. والبرنامج أحلى شيء فيه إنه مرة واحدة مدى الحياة، تشترك من الآن 2-3. الناس اللي اشتركوا معي من 2017 إلى الآن مستمرين ما شاء الله، عدت 5-6 سنوات، وكل 90 يوم أو 3 شهور أسوي لهم تحديث مجانا. كود الخصم KSA، أدخل الموقع اختار برنامج اللي تبغاه وحيكون عليه خصم بدل 399 ريال 199 ريال، العرض لمدة 7 أيام بس. الحقوا عليه، اشتركوا وما راح تندم. السوبر ماركت مرة كبير ومليان رفوف، بس رف الصوصات لوحده يحتوي على كمية بدائل مو طبيعية، وفي أشياء فيه مرة مصيبة. يعني قسم الصوصات في أشياء مصيبة للدايت وفي أشياء تنفع للدايت. فاليوم حيكون الفيديو عبارة عن قسم الصوصات في السوبر ماركت وكيف تختار صوصات وانت جالس تنحف أو صوصات مفيدة لصحتك. أول صوص حنبدأ به صوص الرانش. صوص الرانش العادي الطبيعي من أي شركة، متوسط فيه كل ملعقتين طعام في 130 سعرة، يعتبر رقم مرة كبير. حناخذ مثلا الصوص الرانش اللايت، اسمه لايت، حتلاقوا أغلب الشركات فيه عادي وفيه لايت. اللايت ملعقتين فيها 20 سعرة، يعني الفرق بين هذا وهذا 110 سعرة. الحاجة الحلوة إنه أي صوص أو أي حاجة حتلاقي فيها السعرات الحرارية، فدائما أنتوا لازم تتأكد إنكم تدروا. الصدمة إيش؟ هذا لايت حلو؟ عندنا ناخد نوع تاني مو لايت، مثلا ناخد صلصة الرانش بالهاليبينو، ما هي لايت. لو نقرأ السعرات في 10 سعرات، يعني الصوص هذا اللي هو ما هو لايت ولكن بالهاليبينو في 10 سعرات مقارنة باللايت 20 وده 130. فدائما أقرأ السعرات. أفضل خيارين لو تحب صلصة الرانش مع الأكل أو مع السلطات، خد الرانش الخفيف أو الرانش بالهاليبينو. فحاجة تسويها في السوبر ماركت دائما أقعد وطالع وأقرأ، مثلا هذا خلاص ده مكتوب عليه لايت، هذه هنا عندنا صلصة إيطالية خالية الدهون، فحتلاقوا في أشياء مرة كثير باين إنها تنفع لدايت، صلصة فرنسية مثلا فات فري، لو قارناها بالفرنسية العادية حيكون فيها سعرات أقل بكثير. مثلا هذه الفرنسية العادية فيها 120 سعرة حرارية، والفرنسية الخالية من الدهون فيها 15 سعرة بس، فرق مرة كبير. ولكن مو كلمة اللايت دائما تغرك، لأنه مثلا هنا عندنا صلصة الستيك الاثنين، هذا العادي وهذا اللايت، تتوقع وسام هي تحسن اللايت؟ أكيد لا، الاثنين نفس الشيء، الاثنين 10 سعرات حرارية. لا فحاجة استنى، أكيد في فرق في حاجة المال. الفرق جدا بسيط يا وسام ولا يذكر، يعني الفرق مثلا في كمية الدهون 0.2 كربوهيدرات، فرق 1 جرام كربوهيدرات، فلا شيء لا يذكر. يعني انا دحين اخذ لي هذا احسن وقتها اذا الاثنين نفس الشيء، عشان هذا حيكون اغلى. ايوه هنا هي كنت حقول لك وقتها تطول في السعر، اللايت حتلاقي سعره مره عالي، فقارن السعر بالسعرات. وحاجه مره تنفع في الدايت ونفس الصوص ده ينفع من اي شركه مهما كانت الشركه، اللي هو الماسترد او الخردل، سعراته تقريبا صفر كل الشركات، الا في بعض تكون نكات خردل مع باربيكيو مع مدري، في وقتها ما حينفع، لكن الماسترد او الخردل العادي ينفع من كل الشركات. شويه صوصات لازم نبعد عنها، الصوصات اللي تيجي جاهزه بهذه الطريقه، مثلا الصلصه الفرنسيه شوفوا لين لونها، يعني باين سعرات مره كثير، كل 15 ملي 300 سعره حراريه، 15 ملي ملعقه طعام الصغيره فيها 300. ايش له صلاح اللون؟ اللون يعني صبغه وزيوت زيت في النهايه، اللون ده حيجي من الزيت يا اسامه.
تاوزن ايلاند مرة صراحة أحبها، ولكن 363 سعرة في ملعقة صغيرة. لو كانت ملعقة كبيرة هذه 700 سعرة. أنت مستوعب إيش يعني 700 سعرة؟ يعني ربع تلت احتياجك أو نص احتياجك جاي من الصوص. الصوص الرانش العادي اللي هو الضغاط 312 سعرة. باختصار الصوصات اللي نقدر نستخدمها ودائما ممكن نستخدمها الصوصات اللايت اللي قلت لكم عليها الماستر. تعال معانا على الكاتشب. الكاتشب ينفع وما ينفع. كيف ينفع؟ الكاتشب مكونات السكر. لو خدنا كاتشب عادي زي هذا او هذا حيكون جزء كبير منه سكر، ولكن الشيء الكويس في كاتشب تنفع للدايت في هذا النوع لايت وخفيف 50% ملح وسكر اقل. في هذا الكاتشب ما في سكر 50% برضو نفسه ده 50%. في نوع ثالث، في نوع ثالث مو موجود يجي بدون سكر. هذول النوعين اللي هم 50% ملح وسكر اقل مره ينفعوا للدايت، خيار كويس. كل ملعقة طعام فيها بس 15 سعر حراري. واحلى شيء في الصوصات انها هي تحلي الاكل، فخليك ما تحس بالدايت وتحس الاكل ناشف، طري الاكل وتخليك تستمر. من اكثر الاشياء اللي الناس تستخدمها برضو صلصة المايونيز او المايونيز، في العادي وفي اللايت. اللايت خيار كويس ولكن برضو ما نكتر منه، لانه المايونيز بكل انواعه سعراته تعتبر عالية. مثلا المايونيز كل 100 جرام يعني تقريبا 3 ملاعق طعام كبيرة فيها 300 سعرة حرارية. ملعقة الطعام الوحدة فيها تقريبا 100 سعرة حرارية. أما النوع العادي هيكون كل ملعقة طعام فيها 200 سعرة حرارية، تقريبا نص الكمية، ولكن يعتبر خيار أفضل. لو تبغى تأكل مايونيز استخدم اللايت، لا تستخدم العادي تماما، هذا بعد عنه تماما إنه مليان كوليسترول طار. حاجة ممكن نستخدمها برضو عصير الليمون، هذا الجاهز اللي على طول تعصره. يعتبر عصير الليمون سعراته مرة قليل، يعني العلبة هذه كلها يمكن فيها 50 سعرة بس، فرشة بسيطة ليمون هتكون 5-10 سعرات أو أقل من 10 حتى، تقدر تستخدمه ولا تخاف. وبعده عن دبس الرمان ودبس التمر، ملعقة واحدة دبس رمان فيها أكثر من 300 سعرة، ودبس التمر سعراته أعلى وأعلى لأنه مليان تمر. وبعده برضو عن صلصة الصويا سواء المعتدلة أو الحلوة، الاثنين سعراتهم تقريبا نفس السعرات مرة عالية، 120 سعرة لكل ملعقة. لما تسوي اندومي، الاندومي فيه 350، تاخذ ملعقة صويا حتوصل 500، وفي كمية صوديوم جدا مخيفة. صوصات الستيك الـ A1 صوص والباربيكيو صوص المفضل عندي، المفضل. تتوقع ينفع ولا ما ينفع؟ انا خايف ما صرت اخذه، خذهم بدون ما تفكر. 15 سعرة بس في الـ A1 اوف، فملعقة على الستيك ما عندك اي مشكلة. وحتى الباربيكيو سعراته تعتبر نوعا ما قليل، 25 سعرة لكل ملعقة طعام، فالامور طيبة. استمتع يا وسام. وسام مرة يحب الباربيكيو والايوان. وبعد ندخل على الصوصات السبايسي، اول حاجة نبدأ بيها الصلصة الحار والحلو، يعتبر خيار كويس. اغلب الاشياء السبايسي تنفع، اغلبها وليس كلها. السويت شيلي في 15 سعرة حرارية لكل ملعقة. تعال بوريك في حاجة انا مرة احب. تعال معي هنا، عندنا هذه الصوصات من شركة ناندوز، جدا رهيبة. في واحد حار جدا انا اكثر شيء احبه المتوسط، والليمون بالاعشاب. سعراتهم الحرارية لكل ملعقة 9 سعرات بس، 9-11 سعرة، مرة جيدين مع الدجاج. معروف شركة ناندوز هو اصلا مطعم مسوي ده الصوص، فكل صوصات ناندوز جيدة. المتوسط الليمون بالاعشاب، وفي هذا برضو جربته الجارليك اللي بالثوم، رهيب، يخلي صدور الدجاج في عالم اخر. وعيب نتكلم عن شيء سبايسي وما يجي للشطة، شطة القوارير العادية تنفع للدايت وبقوة. سعرات الحرارية سعرة حرارية واحدة بس، تقدر تستخدم الشطة زي ما تبغى، بس أهم حاجة اشرب موية كثير، لأن الشطة فيها صوديوم أملاح، فتعوضها بأنك تشرب موية كثير مع الوجبة اللي فيها شطة. هذا كان فيديو اليوم، كل هذا بس من قسم، مو من قسم، من رف واحد بس الصوصات. أقدر أسوي لكم فيديوهات كثير عن بدائل صحية في أقسام متنوعة من السوبر ماركت. أهم شيء لو عجبتكم الحلقة تسووا لايك، سووا سبسكرايب، واكتبوا لي في الكومنت يا أنمار نبغى حلقات في السوبر ماركت. لو عجبتكم الحلقة جاوبت مشاهدات كويسة إن شاء الله، أصير دائما أصور لكم في السوبر ماركت. لا تنسوا تتابعوني على حسابي في سناب شات، بصور يومياتي هناك. أشوفكم على خير في الفيديو الجاي. سلام.